السلام عليكم. زار والي قسنطينة في بحر الأسبوع الماضي، زار الفندق سيرتا اللي راح قيد الترميم والتجديد، والعملية هذه اللي طولت يعني مدة، كان مفروض يفتتح في 2014 بمناسبة تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية. إذن تعود هذه المرحلة إلى 2014، لكن الأشغال نتاع التهيئة لم تكتمل في تلك المناسبة، والآن يعني المشكل راه على مستوى المحيط نتاع الفندق، لأن الفندق في حد ذاته الأشغال انتهت به، لكن المحيط نتاع الفندق اللي فيه القنوات المختلفة لريزو ديفار فيه مشاكل نتاع هيكلة وتجديد القنوات في المحيط نتاع الفندق اللي تطرح مشاكل. إذن هذا هو الحال نتاع التهيئة نتاع فندق سيرتا بقسنطينة اللي مازال إلى حد الآن مازال معطل. نخليكم تتابعوا الفيديو نتاع الزيارة نتاع والي ولاية قسنطينة للموقع، والسلام عليكم.